الصحف الأمريكية اللي اهتمت بشكل كبير جدا بالانتخابات الرئاسية في مصر والإقبال اللي شهدته اللجان الانتخابية بشكل غير مسبوق، خصوصا مع تنوع المرشحين في السباق الانتخابي. خلينا نروح كده لقراءة للصحف الأمريكية بخصوص الانتخابات الرئاسية المصرية وأيضا بخصوص الوضع في قطاع غزة. معنا على الهاتف من العاصمة الأمريكية واشنطن الأستاذ محمد العالم، الصحفي المتخصص في الشؤون الأمريكية. أهلا بك يا أستاذ محمد. أنا أهلا بيك فندم وسلام مشاهدينا. أهلا بحضرتك يا فندم، وخلينا نبدأ مع وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية. وكالة أسوشيتد بريس رصدت إن كان في إقبال كبير من الناخبين المصريين على المشاركة في صناديق الانتخابات الرئاسية. خلينا نتعرف أكتر على تناول الوكالة للانتخابات المصرية قبل ذلك وفي هذه الأثناء. يعني يمكن كان في تركيز كبير من الصحف الأمريكية في العموم على موضوع الانتخابات المصرية، لأن دولة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية دولة يعني قوية ومحتلية ولها دور كبير في الشرق الأوسط، وبالتالي الانتخابات الرئاسية بيكون لها صدى كبير. أعتقد إن الأعداد كانت لها تركيز كبير في الصحف الأمريكية في العموم في فكرة إن الأعداد اللي سواء في مصر أو في الخارج كانت بتعبر عن حالة انتخابية جيدة، يعني بتواكب ظروف كلنا عارفينها في غزة وغيرها، لكن في الآخر يعني ده ما منعش المواطن المصري نفسه هو ينزل انتخابات. ويمكن يعني الصحف الأمريكية لما بتتكلم عن الانتخابات المصرية ما بتركزش عليها من الجزء الخارجي على قد ما بتركز على الجزء الداخلي، يعني إزاي المصريين في الداخل نزلوا، وهي دي يمكن كانت يعني المفاجاه الاهم او الشيء الاهم اللي عبر عن النسيج المصري في العموم بيستعد لما بيكون ليه فرصه لقصيد بينزل وبيصوت بشكل يعني حضاري وديمقراطي، وده برضه بينعكس حتى على صوره البلد نفسها، صوره مصر في مصر، ثم بعد ذلك على صوره السياحه، لان دوله بحجم مصر معنى ان هي في الظروف دي تقدر، وحتى الشخص يعني كان بتقدر ان هي تعمل انتخابات، ده هيعبر تعبير السياسه هينعكس على السياحه والاقتصاد وما الى ذلك. طيب خلينا نروح مع حضرتك لسي ان ان وتغطيه خاصه ايضا للانتخابات الرئاسيه في مصر، وتحت عنوان المصريون يختارون رئيسهم في خامس انتخابات رئاسيه وحملات المرشحين تعلن عدم رصد تجاوزات او خروقات والاقبال غير مسبوق. يمكن ده العنوان العريض في سي ان ان، كلمنا عن هذه التغطيه وازاي رصدت السي ان ان الانتخابات الرئاسيه المصريه. هو يمكن يعني من العنوان نوضح فكره ان ما فيش اي مشكلات ظاهره يعني ممكن يلقى عليها الضوء في الانتخابات الرئاسيه، وبالتالي ده عبر عن ان يعني العمليه نفسها الانتخابيه بالنسبه لسي ان ان يعني كانت يعني بتدور بشكل طبيعي، لم يحدث فيه اي تجاوز، ما كانش فيه اي تجاوز من الداخلين، لان في على سبيل المثال شبه تكليل او تضييق او ما الى ذلك، كل الامور مشيت يعني على ما يرام، وده اللي عبرت عنه سي ان ان وكثير يعني من الصحف الامريكيه. لا طبعا الحته اللي انا يعني اشرت اليها فكره ان العدد كان كبير وكان مفاجئ مقارنه بالظروف الاقتصاديه العالميه واللي يعني عانى منها برضه المواطن المصري، كانت شان اي مواطن عالمي، زائد فكر الظروف السياسيه والظروف العسكريه اللي بتقيد بمصر في الجانب ده، مش بس في غزه ولكن كان قبلها الظروف في السودان وليبيا، لكن يعني المواطن المصري بالنسبه للشيء ان اثبت على ان على الاقل الداخل المصري داخل مصر، ده انعكس في العمليه السياسيه. صحيح. طب خلينا نروح لصحيفه نيويورك تايمز الامريكيه واللي القت الضوء او قرنت او يعني ربطت ما بين الانتخابات الرئاسيه في مصر تزامنا مع تفاقم الازمه في قطاع غزه، وقالت ازاي ان موقف الرئيس السيسي من الحرب في قطاع غزه دفع المصريين للالتفاف حول الرئيس وللمشاركه في هذه الانتخابات. ايه العلاقه ما بين الانتخابات والموقف في قطاع غزه من وجهه النظر الامريكيه؟ اولا يعني قضيه غزه وفلسطين في العموم هي قضيه يعني لا تنفصل عن الوجدان المصري ووجدان كل مواطن مصري، وبالتالي الاحساس العام
المصري المثالي بهذه القضيه هو احساس كبير، حتى يعني وصلنا في بعض الاحيان بسيطه في حياه اي مصري، المصري اصلا جيدا لاهميه غزه، وده انعكس فعليا على يعني فكره التضامن مع قرارات الرئيس او تنويهات الرئيس، بان يعني هناك خطوط حمراء لعمليه التهجير على سبيل الانسان، وان مصر هترفضها رفض تام بكل الطرق. ده دفع المواطن المصري انه ينزل في الانتخابات حسب يعني ما قالت الرساله، لان انه ينزل في الانتخابات تعبير عن تضامنه مع رئيس اخذ يعني موقف معين يعبر عن الشارع في قضيه مصريه كقضيه غزه. ايضا فكره يعني الخوف من المجهول يعني انعكس ايضا في الانتخابات في فكره ان الاستقرار هو الامر المطلوب لمصر في الفترات القادمه، وان الاحداث الحاليه اثبتت ان الدول اللي تم تفكيكها بعوامل خارجيه او مؤامرات خارجيه يعني مثلا اليمن والعراق وسوريا، ما يعني ما فيش اي دور ليها في الاوقات الحاليه، بل الخطر بيزيد عليها اكثر واكثر، ويعني اجواءها مستباحه. راينا ان في يعني ضربات اسرائيليه في جنوب لبنان وفي العمق السوري وربما العمق اليمني بعد ذلك، بهذا يعني كان الامر يعني في فطنه من المواطن المصري اللي نزل وعبر عن رايه في انتخابات ديمقراطيه، تعبر ايضا كما قلت عن استقرار عام في الداخل المصري، لم يهتز باي احداث اقتصاديه او سياسيه في الوقت. طيب استاذ محمد، خلينا نروح مع حضرتك من الاتفاق المصري والالتفاف حول رئيس للانقسام ما بين نتنياهو وبايدن، مع رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة إدارة بايدن لما بعد الحرب الرامية لتولي السلطة الفلسطينية في غزة. يمكن ده دفع رئيس جو بايدن للتأكيد بأن إسرائيل تفقد دعم العالم، وتابعنا تصريحات من الجانبين يعني تبرز هذا الخلاف بينهم. لو حضرتك تطلعنا على هذه التفاصيل وتفاصيل هذا الخلاف. يعني بالفعل انه هو خلاف كبير بين الادارتين. اولا هو كان خلاف من قبل الاحداث الحاليه على شخص نتنياهو، واللي يعني فكره الشقاق السياسي اللي احدثه في الدخل الاسرائيلي بعد فكره التعديلات القضائيه. النهارده اذا ما نظرنا مثلا الى التصريحات الاخيره الرئيس بايدن، كانت تصريحات مفاجئه، يعني قال في اتهم فيها قصد او بدون قصد يعني الجيش الاسرائيلي بانه بيقوم بعمليات عسكريه عشوائيه ادت لقتل الالاف، وان يعني اليهوديه فعليا في مرحله خطر كبير بسبب ما يرتكبه الجيش الاسرائيلي في التوقيت الحالي. هنا تظهر الخلافات، اصل الخلافات جاء من ان الولايات المتحده الامريكيه لا تريد العمليه العسكريه الحاليه في قطاع غزه ان تمتد لاكثر من بدايه العام المقبل، بينما يعني حكومه نتنياهو تريد اكثر واكثر، وطلبت ب 50 يوم اضافيه، وكان هناك حديث من نتنياهو نفسه بانه يريد هذه الحرب بان تمتد العام. هذه الامور لا تريدها الولايات المتحده الامريكيه، لهذا تظهر يعني الخلافات بين الجانبين. واعتقد ان الفترات القادمه هيكون فيها تخلي كبير من الجانب الاوروبي والجانب الامريكي، وده طبقا حتى لتصريحات الرئيس بايدن ايضا نفسه، اللي قال بان الدعم العالمي لاسرائيل والامريكي والغربي بدا ينحصر نوعا ما بناء على المعطيات التي تقدمها اسرائيل نفسها، او التعنت الاسرائيلي في عدم الاستجابه لمطالبات معينه. وبالتالي اعتقد ان الخلاف سيظهر اكثر يعني مع نهايه هذا العام وبدايه العام المقبل، اذا لم يعني ينتهي الجيش الاسرائيلي مما يقوم به حاليا في قطاع غزه، ويعني فكره ان تزداد الاعداد من الشهداء لالاف اخرين، هذا الامر سيكون خطا استراتيجي، حتى عبر عنه الجيش الامريكي نفسه في التصريحات بان اسرائيل حاليا تقع في اكبر خطا استراتيجي في تاريخها، ربما يفكك يعني فكره الدوله الاسرائيليه بعد ذلك. طب خلينا يعني نروح للداخل الاسرائيلي. في الحقيقه صحيفه وول ستريت جورنال عملت تقرير رصدت فيه حالة تدفق كبيرة جدا من الإسرائيليين على شراء الأسلحة. طبعا ده يعني ربما تزامن مع تدهور الشعور في الداخل الإسرائيلي بالأمن. كلمنا عن التفاصيل اللي رصدتها هذه الجريدة. يعني هي بتحدد فكرة عن فكرة انعدام الشعور بالأمن في الداخل الإسرائيلي في الوقت الحالي،
بعد الأحداث الأخيرة. ده أولا انعكس على أن يعني كل تقريبا المستوطنات المتشمة بغلاف غزة أصبحت فارغة حاليا. انعكس أيضا على أن أعداد يعني من تركوا إسرائيل وصل إلى 350 ألف إسرائيلي غادروا البلاد بالفعل، منهم من طلب اللجوء لدولة البرتغال على سبيل المثال. وبالتالي بدأ يظهر فكر يعني انتشار الأسلحة، لأن حكومة نتنياهو نفسها حسب ما يقول التقرير هي من دعمت هذا الأمر وسلحت المستوطنين ممن يجاوروا يعني المناطق في الضفة الغربية تحت بند الدفاع عن أنفسهم، وده كان بند انخفاض حتى حكومة الرئيس بايدن هنا في الداخل الأمريكي هاجمتها وأصدرت قرار بمنع التأشيرة عن أي مواطن إسرائيلي يثبت أنه اشترك في أعمال عنف ضد يعني أهالينا في الضفة الغربية. وهذا اعتراف أمريكي آخر بأن الأسلحة التي وزعت على المدنيين تم استخدامها بشكل سيء، يعني خرق القانون ووصل إلى التعدي على الأهالي في الضفة الغربية. وبالتالي يعني ترى الصحيفة أن هذا الأمر ربما ينذر بخطر كبير، لأن شعور المواطن الإسرائيلي يعني أكثرهم لديهم أوطان أخرى أو حامية أكثر من روسيا، وبالتالي فرصة خروجهم من إسرائيل تكون كبيرة إذا ما استمر الشعور بعدم الأمان. وهذا ما يغذي فكرة أن هذه الحرب لابد وألا تمتد أكثر من بداية العام المقبل، لأن في هذا خسائر لإسرائيل نفسها، خسائر اقتصادية أو خسائر فكرة الحلم اليهودي أو حلم الدولة اليهودية الذي حاليا يعني ينتفي بخروج الآلاف من إسرائيل إلى الخارج أو العودة إلى بلادهم مرة أخرى. أستاذ محمد، خلينا نختم مع حضرتك مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اللي أكدت أنه الجيش الإسرائيلي ألقى 22 ألف قنبلة على قطاع غزة زودته بها الإدارة الأمريكية، ده بالإضافة لإرسال قنابل مخصصة لضرب التحصينات. ويمكن كمان الجريدة الحقيقة عرضت بالأقمار الصناعية شكل قطاع غزة قبل الحرب وما أصبحت عليه بعد الحرب. خلينا نلقي الضوء على هذا المقال أكتر، ويمكن إيه المقصود من هذا المقال؟ هو يعني يمكن فكرة المقال بتبنى على أن حاليا وحسب معظم التقريرات العالمية أكثر من 66% من المباني في قطاع غزة تم تدميرها بالكامل، وأعتقد أكثر من 70% غير صالح للمعيشة. وهذا ما يعني يفسر فكرة آلاف القنابل، ربما حتى 22 ألف قنبلة ما زودت به الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل في الفترة الأخيرة فقط، ما بال بما كانت تمتلكه إسرائيل نفسها. لهذا قيل أن ما ألقي على قطاع غزة يفوق بكثير ما ألقي على هيروشيما أو القنابل النووية التي ألقيت في اليابان في الحرب العالمية الثانية. وهذه كارثة كبرى، واعتراف آخر بأن ما تم في قطاع غزة هو يعني بمثابة جرائم يستحق أن يعاقب عليها كثيرين من يعني الحكومة الإسرائيلية وأولهم بنيامين نتنياهو. أما فكرة يعني الأسلحة المضادة للجراح، كان هناك يعني استغراب كبير لماذا يتم إرسال 40 ألف قذيفة مضادة للجراح والدبابات في قطاع لا يوجد فيه دبابات أصلا ولا دروع عسكرية. وهذا أنبأ بأن يعني ربما إسرائيل تستعد لسيناريو آخر. وهذه يعني هذا الأمر كان ينبأ أيضا بأن توقعات بأن تمتد الأزمة لشرارة حرب إقليمية ثم إلى حرب عالمية ثالثة كانت ممكنة إذا ما استمر يعني الإسرائيليين بنفس الأمر أو بنفس الطريقة التي يقومون يعني يديرون بها يعني المعركة في قطاع غزة، لأن دول الجوار حسمت الأمر، الجيش المصري والأردن حسموا الخطوط الحمراء وحسموا فكرة رفض التهجير. وبالتالي ليس من صالح إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحول هذه المنطقة إلى يعني نقطة بداية لحرب إقليمية وعالمية أخرى، وأن تخشى الولايات المتحدة الأمريكية حتى كل الأطراف لصالح طرف واحد وهو إسرائيل. الأستاذ محمد العالم الصحفي المتخصص في الشؤون الأمريكية، نشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم.